بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض اللي بدأناه في الفيديو اللي فات. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البيتا 2 اجونيست، بعد كده دخلنا في السينثيسيس اوف نور ادرينالين، واتكلمنا على الادويه اللي بتشتغل كاندايركت سيمباثوميميتكس عن طريق انها بتزود الريليز اوف نور ادرينالين. بعد كده اتكلمنا عن موضوع من اهم الموضوعات في الاوتونوميك فارماكولوجي، ان لم يكن الاهم في المنهج على الاطلاق، وهو البيتا بلوكر. تمام، طيب بعد كده النهارده هنكمل ان شاء الله، هنتكلم عن الالفا 2 اجونست. بس قبل ما نتكلم عن الالفا 2 اجونست، حابب افكرك بالتصنيع بتاع النور ادرينالين. تمام، اول حاجه الموضوع بيبدا بالامينو اسيد اللي اسمه تيروزين. التيروزين هيجي يدخل داخل النيرف تيرمينال، وهيحصل له هيدروكسيليشن عن طريق انزيم اسمه تيروزين هيدروكسيليز انزيم، هيدي لنا ماده اسمها دوبا. الدوبا دي هيحصل لها دي كاربوكسيليشن عن طريق انزيم اسمه دوبا دي كاربوكسيليز انزيم، والانزيم ده مهم علشان في دواء هيشتغل عليه. دوبا دي كاربوكسيليز انزيم هيدي لنا دوبامين، هيجي الدوبامين يتعبى في فيزيكلز وهيتحول الى نور ادرينالين. بعد كده نور ادرينالين هيطلع من الفيزيكلز ويتعبى بقى في الفيزيكلز، وهيجي اول ما يجي الاكشن بوتنشال من فوق هيحصل اوبننج للكالسيوم شانل، الكالسيوم يدخل يعمل ريليز للنور ادرينالين. طبعا الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. نور ادرينالين بعد ما طلع ايه الفيتس بتاعته؟ يمسك في البوست سينابتيك ريسبتور، ممكن يمسك في البري سينابتيك الفا 2 ريسبتورز اللي هي جي اي كابلد ريسبتورز. واحنا عرفنا اول ما تسمع كلمه جي اي قول انهيبيشن على طول، هتعمل انهيبيشن للريليز او هتقلل السينثيسيس اوف نور ادرينالين. طيب ممكن الفيت الثالث ان هو يحصل له ميتابوليزم عن طريق الكومت اللي هو كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز انزيم، وهتدي لنا الميتابولايتس بتاعتها اللي هي هتنزل في اليورين. وقلنا الموضوع ده مهم علشان في حاله الفيوكروموسايتوما، ممكن ان احنا نشخص عن طريق الميتابولايتس دي ازاي، هقول لك كمان شويه. الفيت الرابع ان هي يحصل لها اكتيف ري ابتيك، ترجع تاني جوه النيرف تيرمينال يحصل لها اعاده تدوير، وهذا هو the major pathway for removal of noradrenaline. تمام، طيب ايه بقى علاقة الالفا 2 agonist بالسلايد دي؟ الالفا 2 agonist هتشتغل هنا، هتشتغل على الالفا 2 receptor اللي موجود في البريسينابتك ممبرين، فهتقلل stances and release of noradrenaline. هتقلله فين بالظبط يا دكتور؟ هتقلله يا اما في CNS يعني في الجهاز العصبي المركزي، يا اما في البريفري. لو قللته في السي ان اس ده هيعمل لك ايه؟ ده هيعمل لك ديبريشن، او هيقلل لك السمباثاتيك اوت فلو. هيقلل السمباثاتيك اوت فلو يعني السمباثاتيك اللي رايح في الجسم كله هيقل. تمام، السمباثاتيك اللي في الجسم كله هيقل. فاحنا اتفقنا ان النور ادرينالين امبارح هو المسؤول عن الصحصحه، فالنور ادرينالين قل، خلاص يبقى يا سيدي هيحصل لك ديبريشن، هيحصل لك سيديشن. في البريفري النور ادرينالين مش موجود، يعني قللنا التصنيع بتاع النور ادرينالين، خلاص يبقى انت كده قللت لي الشغل بتاع الالفا 1 ريسبتورز، فمش هيحصل فازو كونستريكشن، ده بالعكس هيحصل فازو دايليتيشن وهتقلل لي الضغط. تمام، وقللت لي الشغل بتاع البيت، قللت لي الشغل بتاع البيتا 1 اللي هي موجودة في الهارت، فبالتالي الهارت ريت هيقل، الهارت ريت هيقل. ده سبحان الله، ده عكس القاعدة اللي احنا متفقين عليها. احنا اتفقنا في اول محاضرة في الكاتيكولامينز ان اي دواء يقلل الضغط يزود الهارت ريت. تمام، بس الدواء ده عمل الاتنين، قلل الضغط وقلل الهارت ريت برضه. تمام، طيب ايه رايك هيعمل فازو دايليتيشن وهيقلل الهارت ريت؟ ايه رايك في الادويه دي، هتقلل الضغط ولا لا؟ طبعا هتقلل الضغط بصوره كبيره جدا، فعشان كده بنستخدمهم في حالات الهايبرتنشن اللي هي مايل تو مودريت هايبرتنشن. يبقى تاني لو عاوزين نتكلم عن الفا 2 اجونست، هم دوين اسمهم ميثايل دوبا وكلونيدين. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ستيميوليشن للالفا 2 ريسبتور الموجوده في البري سينابتيك ميمبرين، فهتقلل النور ادرينالين في السي ان اس، يعني هتقلل السمباثاتيك اوت فلو اللي رايح للجسم كله، وهتقلل النور ادرينالين في البرين، فبالتالي هتعمل لك سيديشن وهتعمل لك ديبريشن. هتقلل النور ادرينالين اللي رايح للريسبتورز اللي موجوده في البريفري، هتقلل شغله على الالفا 1 فبالتالي يحصل فازو دايليتيشن، هتقلل شغله على بيتا 1 هيقلل الهارت ريت. فلو جمعت الاثنين دول مع بعض هتلاقي هيحصل ريدكشن ان ارتيريال بلاد بريشر،
فبالتالي ممكن استخدمه في حالات الهايبرتنشن اللي هي المايلد تو مودريت هايبرتنشن. طيب والادويه دي نون كاتيكولامينز. يعني ايه نون كاتيكولامينز؟ يعني الدوايين هيمتصوا اورالي عادي خالص، هي ديستريبيوشن هيرتبطوا بالبلازما بروتين وهيعدوا البلاد برين بارير، وهيعدوا البلاد برين بارير. بعد كده الميتابوليزم يحصل لهم ميتابوليزم في الليفر ويحصل لهم اكسكريشن في الكيدني. تمام. طيب تعالى نشوفهم كده مع بعض. الفا 2 اجونست، قلنا دوايين الفا، قلنا دوايين، الدواء الاول اسمه كلونيدين والتاني اسمه ميثايل دوبا. نتكلم عنهم يلا. الكاينيتكس بتاعتهم ابزوربشن اورالي، ديستريبيوشن هيرتبطوا بالبلازما بروتين وهيعدوا البلاد برين بارير، الميتابوليزم في الليفر والاكسكريشن في الكيدني. طيب حبينا نتكلم بقى على الميكانيزم فاكشن بتاعهم. هيعملوا ستيميوليشن للالفا 2 ريسبتور اللي موجوده في البري سينابتيك ممبرين، فهيقللوا النور ادرينالين في السي ان اس، يعني هيقللوا السمباثيتك اوت فلو، وبرده هيقللوا النور ادرينالين في البريفري، فبالتالي هيقلل لك الارتيريال بلاد بريشر وهيقلل لك الهارت ريت. تمام. فعلشان كده ممكن ان احنا نستخدمهم في المايل تو مودريت هايبر تنشن، وهو قلنا الفا 2 ستيميوليشن فهيقلل السمباثيتك اوت فلو، فبالتالي هيوطي لك الضغط وهيوطي لك الهارت ريت، فهنستخدمهم في حالات المايل تو مودريت هايبر تنشن. تمام. الميثايل دوبا له ميكانيزم تاني. ازاي يعني؟ الميثايل دوبا هيعمل انهيبيشن للانزيم ده. الميثايل دوبا هيعمل انهيبيشن للانزيم دوبا دي كاربوكسيليز انزيم. تمام. طيب نرجع بقى للاستخدامات بتاعته. ماشي. مايل تو مودريت هايبرتنشن. تمام. الميثايل دوبا ده طبعا امن جدا في الحمل عند الست الحامل، فعلشان كده هنستخدمه في حالات الهايبرتنشن في البريجننسي. يعني لو عندك واحده حامل جالها ضغط الحمل او عندها ضغط قبل الحمل وانت عاوز تعمل مانجمنت للضغط ده وتظبطه، تعمل ايه يا سيدي؟ الادويه المعتاده بتاعت الضغط ما تنفعش في الحمل لانها بتعدي للجنين، بتروح للفيتس وتعمل له تراتوجينيسيتي. فالحل ان احنا نديلها دواء سيف في البريجننسي اللي هو ميثايل دوبا. يبقى ميثايل دوبا it is the first choice in the management of hypertension في حالات البريجننسي. طب مين ذا سكند تشويس؟ ايوه فعلا قلنا المحاضره اللي فاتت اللي هو لابيتالول، اللي هو بيقفل البيتا وبيقفل الالفا 1 فهيعمل لك رابيد ريدكشن في الارتيريال بلاد بريشر. تمام. ايه كمان الاستخدامات بتاعتهم؟ ايه كمان الاستخدامات كمان يا سيدي؟ بص، اوبيويد ويذدرول يعني ايه؟ تعرف المورفين صح؟ بيستخدموه كمسكن في بعد العمليات الجراحيه لان العيان بيبقى عنده الم شديد جدا، فالمورفين ده ممكن العيان يتعود عليه ويحصل له ادمان. بعد ما يبطلوا بقى هتبدا تظهر عليه الاعراض الانسحابيه اللي هي ويذدرول سيمبتومز او بنسميها ابستيننس سيندروم. تمام. طيب ايه الاعراض الانسحابيه دي؟ الاعراض الانسحابيه دي بيبقى العيان عنده ايه؟ متعصب كده، وعنده انسومنيا اريتابيليتي، وعنده انسومنيا، وعنده اكزايتابيليتي، ومش طايق نفسه خالص. لو شفتوا عادل امام في فيلم النمر والانثى، هي دي الويذدرول سيمبتومز، كان عنده اريتابيليتي وانسومنيا واكزايتابيليتي وكده. تمام. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نديله دواء يقلل النور ادرينالين، لانه لما يقلل النور ادرينالين اللي موجود في البرين هيعمل للعيان سيديشن، يعني هينومه. خلاص يا سيدي ادهوله فعلا هيعمل العيان سيديشن والعيان ينام. فممكن استخدم الكلونيدين في المانجمنت بتاع الهايبر تنشن. ممكن استخدم الكلونيدين في المانجمنت اوف هايبر تنشن. طيب نيجي نتكلم على الاثار الجانبيه بتاعتهم. قلنا هما الاثنين هيعمل لك ديبريشن للسي ان اس لانه هيقلل نور ادرينالين في البرين. قلنا هيعملوا لك اديمه. ازاي هيعملوا اديمه؟ بص يا سيدي، فلنفرض واحد ضغطه واطي. تمام. هيروح المستشفى هيدوله ايه؟ هيدوله محلول ملح. ليه؟ لان هما بيحاولوا ان هما يعلوا الضغط. هو ده نفس اللي بيحصل في الجسم. الجسم اول ما يحس ان الضغط قل هيبعت رساله للكدني يقول لها معلش لو سمحتي يا ريت تمتصلنا شويه من الميه والاملاح اللي انت بتخرجيهم علشان تعللنا الضغط شويه والضغط يتظبط. يبقى هيبعتوا رساله للكدني يقول لها لو سمحت اعملي لنا شويه سولت اند ووتر ريتينشن علشان الضغط يتظبط. فلما تعمل سولت اند ووتر ريتينشن العيان هيورم طبعا وهيحصل له ايديما. تمام.
يبقى هما الاثنين الاثار الجانبيه بتاعتهم سي ان اس ديبريشن، هما الاثنين هيعملوا لك ايديما. الميثايل دوبا هيعمل لك بوزيتيف كومبس تيست. يعني ايه الكلام ده؟ الميثايل دوبا ده قلنا ان هو ليبيد سوليبل دراج، فبالتالي هيرتبط مع البلازما بروتين. ليبيد سوليبل دراج هو الميثايل دوبا ده عباره عن هابتا. يعني ايه هابتا؟ ان انتوا خدتوه في المناعه، ان هو الدواء يعني ما بيستحثش الجهاز المناعي لوحده، بس لما بيمسك مع حاجه كبيره والحجم بتاعه يبقى كبير هيستفز الجهاز المناعي، صحيح؟ تمام. فهو نفس الفكره، الميثايل دوبا ده ليبيد سوليبل دراج وهو هابتا، فلما يمسك في البلازما بروتين الحجم بتاعه هيبقى كبير وهيستفز الجهاز المناعي، فيجي يحصل عندك هايبر سنسيتيفيتي والرجي، يطلع الجهاز المناعي يكسر الدواء، وهو ماشي كده ياخد له شويه ار بي سيز في الطريق، يحصل ديستراكشن للار بي سيز ويحصل هيموليتيك انيميا، او هيحصل هيموليسيس، مش لازم هيموليتيك انيميا، هيحصل هيموليسيس. يبقى تاني الميثايل دوبا ده هابتن، بمعنى ان هو المولكيولار ويت بتاعه صغير، بس لما يمسك مع حاجه كبيره الحجم بتاعه يكبر، فبالتالي يعني هيبقى كده اميونوجينيك وانتيجينيك، فهيستحث الجهاز المناعي، يجي الجهاز المناعي يضربه شويه، وهو بيضربه هيضرب الجهاز المناعي يضرب شويه ار بي سيز ويعمل لك هيموليسيس. طيب الكلينودين برضو عنده سايد افكتس مهم جدا، اللي هو امبوتنس او نقص الايجاكيوليشن، فعشان كده الرجاله ما بتحبوش، لا هو ولا البيتا بلوكر ولا الالفا انتاجونس الفا بلوكر، تمام. امبوتنس ازاي بيحصل امبوتنس؟ برضه لسه مش هقولها لك دلوقتي، كمان شويه لازم فيه ايه اثاره وتشويق. اللي بعده قلنا ان هو فيرست تشويس في البريجنسي، مش الفا بلوكر، الفا ايه؟ الفا بلوكر. مش الفا بلوكر بسيطه وسهله خالص. اول حاجه الفا بلوكر في ادويه هتقفل الفا 1 بس، وفي ادويه تقفل الفا 2 بس، وفي ادويه هتقفل الاثنين both of them، تمام. طيب both of them دي هنسميها non selective alpha blocker، اللي هم عندنا دويين، عندك الفينيتولامين وعندك فينوكسي بنزامين، عندك فينيتولامين وفينوكسي بنزامين، فينيتولامين وفينوكسي بنزامين. شوف الكلمه اللي جنبهم بيقول لك الفينيتولامين ده كومبيتيتيف انهيبيتور، تمام. ام كومبيتيتيف انهيبيتور يعني ايه كومبيتيتيف انهيبيتور؟ يعني لو بيحصل خناقه ما بين الفينيتولامين وما بين النور ادرينالين على الريسبتور، اللي عدده كبير هو اللي هيغلب الغلبه للاكثر. اما الفينوكسي بنزامين ده نون كومبيتيتيف انهيبيتور، ان شاء الله يكون واحد ويجيله مليون نور ادرينالين مش هيقدروا يغلبوه، نون كومبيتيتيف، نون كومبيتيتيف، وكمان الريفيرزابل، بمعنى ان هو يا ريته بيمسك في الريسبتور بعد كده يسيبه سليم، لا ده بيمسك في الريسبتور ما يخليش النور ادرينالين يشتغل، وبعد ما يسيب الريسبتور يبوظه، بعد ما يسيب الريسبتور هيبوظه. هيجي يسالك سؤال يقول لك ازاي الفينوكسوبنزامين هيشتغل كالريفيرزابل نون كومبيتيتيف انتاجونست اوف الفا اوف الفا ريسبتورز؟ هتقول له ان هو بيعمل كوفالنت بوند، يعني بيعمل رابطه تساهميه مع الريسبتور. لما يعمل رابطه تساهميه مع الريسبتور، طبعا الرابطه التساهميه من اقوى الروابط، فلما يعمل رابطه تساهميه مع الريسبتور هتبقى رابطه قويه جدا، محدش هيقدر ان هو يفرق ما بينهم، تمام. دي اللي هي الفا بلوكر، قلنا اللي هتقفل الاثنين هنسميها نون سيلكتيف، اللي هما دوايين فينيتولامين ده كومبيتيتيف، اما الفينوكسيبنزامين ده نان كومبيتيتيف انهبيتور، وبرده الريفيرزابل لان هو بيعمل كوفالنت بوند مع الريسبتور. طيب الادويه اللي هتقفل الفا 2 ما تهمناش في حاجه، الادويه اللي هتقفل الفا 1 يا سيدي هما بينتهوا عيله زوسن، بينتهوا بزوسن، برازوسن ده اهم واحد فيهم، ترازوسن دوكسازوسن، عيله زوسن، تمام. طيب يلا بقى انت قول لي انها هتعمل ايه لما تقفل الالفا 1؟ هل هيحصل فازو كونستريكشن؟ لا مش هيحصل فازو كونستريكشن. فطالما مش هيحصل عندك فازو كونستريكشن يا دكتور، مش هيحصل فازو كونستريكشن، يبقى الضغط هيحصل فازو دايليتيشن، فالضغط هيقل، تمام. يبقى اذا هتقلل الضغط، وقلت لك اي دواء يقلل الضغط يعمل ايه؟ يعمل لك تاكي كارديا. اي دواء يقلل الضغط يعمل لك تاكي كارديا، يبقى خلاص كده هتقلل الضغط وتعمل لك تاكي كارديا. وقلت لك برضو دلوقتي ان الدواء اللي هيقلل الضغط هيبعت رساله هيبعته رساله للكدني، قول لها معلش والنبي امتص لنا شويه ميه واملاح علشان عشان نعلي الضغط شويه، يعني هيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. يبقى تاني الفا بلوكر، الالفا بلوكرز مش هتقفل الالفا
خاصة الالفا 1، لما تقفل الالفا 1 مش هيحصل فازو كونستريكشن، هيحصل فازو ديليتيشن، فهتوطي الضغط، واي دواء يوطي الضغط يزود الهارت ريت، يعني يعمل لك تاكيكارديا ويعمل لك سولت اند ووتر ريتينشن، وممكن العيان يدخل في ايديما، ممكن العيان يدخل فيه في ايديما. تمام. طيب فطالما وطت الضغط يبقى خلاص انا كده ممكن ان انا استخدمها في حالات الهايبرتنشن. ممتاز. في الهايبرتنشن طالما وطت الضغط ممكن نستخدمها في ايه تاني؟ طالما وطت الضغط هنستخدمها في الهايبرتنشن، طالما قفلت الالفا ممكن نستخدمها في الحاله بتاعت فيو كروموسايتوما. فيو كروموسايتوما. تمام. ازاي؟ الفيو كروموسايتوما نور ادرينالين كتير، يطلع يشغل ريسبتور كتير، يحلل لك الضغط جامد خالص. خلاص انت الحل تعمل ايه؟ اقفل له الريسبتور يا سيدي ووريني هيشتغل على ايه. تمام. فيو كروموسايتوما، بس في الفيو كروموسايتوما بنستخدم نون سيلكتيف الفا بلوكر، وخاصه اللي هو فينوكسي بنزامين. يبقى لو تلاحظ لغايه دلوقتي ان انا قلت لك الفيو كروموسايتوما، قلت لك تعريفها يعني ايه، وقلت لك ازاي بنشخصها، وقلت لك ازاي بنعالجها. فيو كروموسايتوما بنعالجها عن طريق ان احنا بندي نون سيلكتيف الفا بلوكر اللي هو فينوكسي بنزامين، وبرده قلت لك المحاضره اللي فاتت ان احنا بندي البيتا بلوكر اللي هو البروبرانولول. صحيح. تمام. طيب وقلنا قبل كده ان الالفا 1 موجوده في البروستاتيك يوريثرا اللي هي قناه مجرى البول اللي بتمشي في البروستاتا. تمام. وبتعمل فيها كونتراكشن. فلو عندك عيان عنده تضخم في البروستاتا اللي انا بسميه بي بي اتش اللي هو بي اسف اللي هو بي بي اتش اللي هو بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا، لما بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا تدي له الفا بلوكر. ليه الفا بلوكر؟ علشان تشغل لك مين؟ الفا بلوكر علشان تقفل الالفا، فبالتالي مش هيحصل كونتراكشن، لا هيحصل ريلاكسيشن، فالبروستاتيك يوريثرا هتوسع، فبالتالي ممكن تساعد العيان ان هو يروح الحمام، لان العيان ده بيبقى عنده يورينري ريتينشن فظيع والم فظيع. تمام. يبقى الاستخدامات بتاعته هايبرتنشن بنستخدمه في الفيو كروموسايتوما، بنستخدمه في البيناين بروستاتيك هايبر بليزيا. تمام كده يا شباب. تمام. ايه الاثار الجانبيه بتاعته؟ قلناها من هنا، الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بيوطي لك الضغط، بيعمل لك تاكيكارديا، بيعمل لك سولت اند ووتر ريتينشن، برضه بيعمل سيكشوال ديسفانكشن عند الرجاله. الفا بلوكر بتعمل سيكشوال ديسفانكشن عند الرجاله، بيتا بلوكر بتعمل سيكشوال ديسفانكشن عند الرجاله، الفا 2 اجونست بتعمل سيكشوال ديسفانكشن عند الرجاله، ولكن اشهرهم بيتا بلوكر. ليه بقى؟ برضه لسه مش هقول لك دلوقتي. يلا بقى تعالى لي لمين؟ تعالى لي للسايد افكتس بتاعته. قلنا يا سيدي، قلنا ان هو ايه بس ماشي، قلنا ان هو هيعمل لك هايبوتنشن. هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك هايبوتنشن. يعني ايه هايبوتنشن؟ هيوطي لك الضغط. في حاجه يقول لك اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني اول ما يجي اول ما يجي العيان يقف كده حس ان الضغط بتاعه قل خالص وراسه بتلف، يحصل له عنده ديزينس، وديزينس ممكن يغمى عليه اساسا وقتها، دي اسميها اورثوستاتيك هايبوتنشن. تمام. في حاجه تاني كمان ممكن يعمل لك حاجه اسمها فيرس دوز سينكوبي، يعني اول ما ياخد العيان الجرعه الاولى يغمى عليه على طول. ليه؟ لانه بيعمل لك حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن. طب نحلها ازاي دي يا دكتور؟ طالما بياخد الجرعه يغمى عليه خلاص اديها له قبل ما ينام بالليل، يغمى عليه براحته، او ممكن اديله الجرعه الاولى صغيره وتبقى في الليل. تمام. يبقى عشان نعالج موضوع الاورثوستاتيك هايبوتنشن والفيرس دوز سينكوبي، يا ريت تديله الجرعه الاولى تكون جرعه صغيره سمول، وتديها له في الليل قبل ما ينام. وقلنا اي دواء هيوطي الضغط هيعمل لك تاكي كارديا، وقلنا ان هو لما يعمل استغفر الله العظيم، قلنا ان هو لما يعمل لك هايبوتنشن هيعمل لك ديزينس وراسك هتلف. تمام. يعمل لك ديزنس وراسك هتلف، وهيعمل لك سيكشوال ديسفانكشن، يعني هيعمل سيكشوال ديسفانكشن عند الرجاله. ليه؟ تعالوا نفهم بقى مع بعض الموضوع. لا اله الا الله. تعالوا نفهم مع بعض الموضوع. بص يا سيدي، علشان يحصل علاقه زوجيه عاوزين ايه احنا؟ لازم يحصل انتصاب للعضو الذكري اللي هو اسميه اريكشن، وده المسؤول عنه هو الجهاز الباراسمباثيك الباراسمباثيك، ولازم يحصل قذف اللي هو ايجاكيوليشن، ده المسؤول عنه السيمباثيتك. يبقى لازم يحصل اريكشن وايجاكيوليشن، اريكشن ايجاكيوليشن، انتصاب قذف. الايركشن ده مسؤول عنه الباراسمباثيتك، ملناش علاقه بيه خالص. طيب ايجاكيوليشن، مين المسؤول عن الايجاكيوليشن يا سيدي؟ مسؤول عن الايجاكيوليشن اللي هو السيمباثيتك. ازاي؟ النور ادرينالين يطلع يروح
يمسك في الالفا ريسبتور ويعمل لك ايجاكيوليشن. تمام، هو ده اللي بيحصل. النور ادرينالين هيطلع يروح يمسك في الالفا ريسبتور اللي هي موجوده في الماسل اللي موجوده في البيز بتاع الفينس، هيعمل لها كونتراكشن فبالتالي تعمل ايجاكيوليشن. تمام، طيب لو اديت للعيان بيتا بلوكر، احنا قلنا بيتا بلوكر هتقلل الريليز بتاع النور ادرينالين، مفيش نور ادرينالين، او اديته الفا 2 اجونست، الالفا 2 اجونست هتقلل الريليز بتاع النور ادرينالين، مفيش نور ادرينالين، يبقى خلاص بيتا بلوكر والفا 2 اجونست هيقلل الريليز بتاع النور ادرينالين، فمش هيحصل قذف. تمام، فعشان كده بيبقى في سيكشوال ديس فانكشن والرجاله ما بتحبش الادويه دي. طيب الالفا بلوكر بقى، لا الالفا بلوكر النور ادرينالين شغال وتمام وسليم، بس انت قفلت له الريسبتور اللي هيشتغل عليه، يبقى خلاص مش هيحصل ايجاكيوليشن. يبقى عرفنا ليه الالفا بلوكر بتعمل سيكشوال ديس فانكشن، وعرفنا لان هي بتقفل الريسبتور، فبالتالي النور ادرينالين مش هيلاقي حاجه يشتغل عليه، مش هيلاقي حاجه يشتغل عليه. البيتا بلوكر والالفا 2 اجونست ليه هيعملوا سيكشوال ديس فانكشن؟ لان هم هيقللوا الريليز بتاع النور ادرينالين، فمش هيحصل ايجاكيوليشن. تمام كده يا شباب. اللي بعده في كروموسايتوم، احنا قلنا الكلام ده ان هو عباره عن تيومر موجود في الادرينال مدلة، بيطلع لك اكسسيف اماونت اوف كاتيكولامينز، الاغلب اكسسيف اماونتس اوف كاتيكولامينز، الاغلب نور ادرينالين بس بيطلع برضو ادرينالين زياده، الاغلب نور ادرينالين وممكن يطلع ادرينالين زياده، انت بنسبه 90% وانت بنسبه 10%. تمام، فالنور ادرينالين يروح يشتغل على الالفا 1 يعمل لك فازو كونستريكشن، يعني هيعمل لك هايبر تنشن، الادرينالين يروح يشتغل على البيتا 1 اللي موجوده في الهارت هيزود لك الهارت ريت، هيزود لك ايه يا شباب؟ هيزود لك الهارت ريت، يبقى هيعمل لك هايبر تنشن وهيعمل لك تاكي كارديا، يعني هيزود لك الهارت ريت لدرجه ان انت هتحس بضربات قلبك اللي انا بسميها البالبيتيشن، اللي انا اسميها ايه بالبيتيشن، وتلاقي العيان لما ضغطه يعلى اكيد هيجي له هيدك، اكيد هيجي له ايه هيدك صداع. طب ازاي هنشخصها؟ يبقى ازاي عرفنا الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتها؟ اول حاجه الديفينيشن، هو عباره عن تيومر في الادرينال المظله بيتميز ان هو بيطلع اكسسيف اماونتس اوف كاتيكولامينز، اللي هو سواء كانت نور ادرينالين او ادرينالين. الكلينيكال فيتشرز بتاعته مفهومه، النور ادرينالين يشتغل الفا يعمل فازو كونستريكشن يعلي لك الضغط، الادرينالين يشتغل على البيتا يزود لك الهارت ريت، يزود لك الهارت ريت لدرجه ان انت يحصل عندك تاكي كارديا، لدرجه ان العيان يحس بضربات قلبه واسميها بالبيتيشن، ولما ضغطه يعلى يحصل عنده هيدك. تمام، طيب ازاي هتشخصها؟ قلنا هنشخصها طالما النور ادرينالين كتير يبقى الميتابولايتس بتاعته كتيره، خلاص انت ايه اسلي يا عم الحاج، الميتابولايتس بتاعت النور ادرينالين اللي انا بسميها ميتانفرنس اسهالي في اليورين هتلاقيها زياده، يبقى دايجنوزد عن طريق الانكريز الليفل بتاع الميتابولايتس بتاعت الكاتيكولامينز في اليورين. تمام، التريتمنت ممكن سيرجيكال تريتمنت وممكن فارماكولوجيكال تريتمنت. سيرجيكال تريتمنت انت هتشيل الادرينال المضله، طب واحد هيقول لي الادرينال المضله نوت اسينشال فور لايف، يعني مش ضروريه للحياه، فبالتالي ان انت ممكن تشيلها عادي خالص. الادرينال المضله نوت اسينشال فور لايف، الادرينال المضله نوت اسينشال فور لايف، عشان كده ممكن ان انت تشيلها عادي خالص. تمام، طيب التريتمنت ان انت هتشيلها، بس ثانيه يا دكتور، وانا بشيل التيومر الكاتيكولامينز اللي موجوده في التيومر هتطلع في الدم كتيره جدا 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 جدا، وممكن تعمل لك اوفر ستيميوليشن للالفا، يعني تشغل الفا بصوره كبيره، تعمل لك سيفير هايبر تنشن وتتكل على الله على طول. طب نعمل ايه؟ خلاص خلك ناصح كده، واقفل الريسبتور قبل ما تلعب في التيومر. فعلشان كده اهو بيقول لك ايه، بيقول لك ان الكاتيكولامينز ممكن تروح في البلد وانت بتحاول ان انت تشيل التيومر، عشان كده بنعمل ايه، نقفل الريسبتور بري اوبراتيف، يعني قبل العمليه نقفل الريسبتور علشان نمنع حدوث الهايبرتنسيف كرايسيس. طب ايه الادويه اللي احنا هنستخدمها علشان نمنع حدوث الفازو كونستريكشن؟ علشان نمنع حدوث الفازو كونستريكشن اديله الفا بلوكر على اللي هو فينوكسيبنزامين، علشان تمنع حدوث زياده في الهارت ريت اديله بيتا بلوكر. يبقى الادويه اللي احنا هنشتغلها هندي فينوكسيبنزامين اللي هو الريفيرسيبل الفا بلوكر، وهنديله بيتا بلوكر اللي هو بروبرانولول. تمام، طيب في حاجه هنا، في حاله الفيوكروموسايتوما ممنوع منعا باتا ان انت تدي بيتا بلوكر لوحدها. ليه؟ في حاله
في كروموسيتوما ممنوع تدي بيتا بلوكر لوحدها. ليه؟ انت عندك زياده في الليفل بتاع النور ادرينالين، هيشتغل على مين؟ يشتغل على الفا 1 يعمل فازو كونستريكشن، صح؟ وعندك زياده في الليفل بتاع الابي اللي هو اللي هو الادرينالين، يشتغل على البيتا يعمل لك زياده في الهارت ريت، يشتغل على البيتا يعمل لك هو زياده في الهارت ريت، ممكن يشتغل على البيتا 2 يعمل فازو دايليتيشن. تمام، صحيح كده يا شباب؟ صحيح. طيب لو اديت للعيان بيتا بلوكر لوحدها قفلت البيتا، تمام، يبقى الادرينالين ايه هيعمل؟ خلاص انا بشتغل البيتا 2 بعمل فازو دايليتيشن، وبشتغل على الفا 1 اعمل فازو كونستريكشن. انت قفلت لي البيتا 2، انا ما قداميش حل غير ان انا اروح اشتغل على الالفا 1 اعمل فازو كونستريكشن. يبقى الحاله كده هتسوق منك، بدل الضغط بتاع العيان ما كان يوصل ل 300 هتخليه يوصل ل 400، والحاله هتسوق منك. تمام، يبقى ممنوع منعا باتا في حالات الفيو كروموسيتوما ان انت تاخد بيتا بلوكر لوحدها. ليه؟ لان انت لو قفلت البيتا هيجي الادرينالين بدل ما يشتغل على البيتا 2 يعمل فازو دايليتيشن، هيروح يشتغل على الالفا يعمل لك فازو كونستريكشن، وهيسوق الحاله اكتر واكتر. تمام، اوكي. على الرغم من ان الجرعه عاليه اساسا والاب هيشتغل على الالفا كده كده يعني، بس برضو ان انت لما تقفل البيتا ممكن تقفل البيتا 1 في الهارت، مش هيحصل عندك زياده في الهارت ريت، وطالما ما حصلش عندك زياده في الهارت ريت مش هتحس بضربات قلبك، وما حسيتش بضربات قلبك يبقى انت كده مش هتحس ان انت عندك مشكله، يبقى العيان هيبقى عنده هايبر تنشن وذاوت بالبيتيشن، فممكن يعمل له مشكله يعني، ممكن يعمل له نزيف في المخ سيريبرال هيموريج من غير ما يحس. فعشان كده بلاش ندي البيتا بلوكر لوحدها. طيب اخر سلايد معانا جانجليونيك بلوكر. لو تفتكر لو اي عضو، اغلب الاعضاء يعني مش اي عضو، اغلب الاعضاء بيكون رايح لها دواء، بيكون رايح لها سمباتاتيك وباراسمباتيك. طب يا دكتور انا لو قفلت الجانجليون مين اللي هيشتغل، الباراسمباتيك ولا السمباتيك؟ نعرف قاعده مع بعض يا سيدي، ان اي عضو رايح له دول انرفيشن يعني رايح له باراسمباتيك وسمباتيك، الباراسمباتيك هو الغالب. يعني الناس كلها بتحب الراحه، تمام، فالباراسمباتيك هو بتاع الراحه، فعلشان كده اي عضو رايح له سمباتيك وباراسمباتيك الباراسمباتيك هو الدوميننت، الباراسمباتيك هو الغالب. فعلشان كده لما اقفل الجانجليون يا دكتور هقفل السمباثاتيك والباراسمباثاتيك، هتقفل الباراسمباثاتيك طبعا، خليك ناصح وشغال معايا بقى. انا بقول لك عضو رايح له 2 الباراسمباثاتيك هو اللي شغال، تمام، او هو اللي غالب. لما تقفل الجانجليون هتقفل مين؟ هتقفل الباراسمباثاتيك والسمباثاتيك يشتغل. هتقفل مين؟ الباراسمباثاتيك. تعالى الله بص لي كده، هو في الكتاب ما جايبلكش اسماء، بس في الام سي كيو جاب اسمين، الجانجليونيك بلوكر هما هيكساميثونيوم وميكالامين، هيكساميثونيوم وميكالامين. طيب في الارتريولز مين رايح للارتريولز؟ الارتريولز طبعا والفينز ملهاش باراسمباثيك، هي ليها سمباثيك بس. فلما تقفل فلما تدي جانجليونيك بلوكر هيقفل السمباثيك، بدل ما يحصل فازو كونستريكشن يحصل فازو دايليتيشن، ولما يحصل فازو دايليتيشن الضغط عندك هيوطى. الهارت رايح له سمباثيك وباراسمباثيك، الايريس اللي هي في الاي والسيلياري ماسلز رايح لهم الاثنين سمباثيك وباراسمباثيك. فعشان كده لما تقفل الجانجليون طبعا الباراسمباثيك هو الغالب، فتقفل الجانجليون هتقفل الباراسمباثيك، فعلى الهارت هيظهر لك التاثير بتاع السمباثيك اللي هو زياده الهارت ريت وحدوث تاكي كارديا. تمام، بعد كده في الجي اي تراكت رايح لها باراسمباثيك وسمباثيك، بس البارا هو اللي غالب. فعشان كده لما تدي جانجليون بلوكر هيحصل عندك استيميوليشن للسمباثيك، يعني السمباثيك هو اللي هيبان الشغل بتاعه، واحنا عارفين السمباثيك بيعمل ايه؟ بيقلل الموتيليتي بتاعه الجي اي تي، فبالتالي ممكن يحصل عندك كونستيبيشن يعني امساك. في اليورينري بلادر رايح لها الاثنين، بس الباراسمباثيك هو الدوميننت، ادي جانجليونيك بلوكر يقفل الباراسمباثيك وشغل السمباثيك يعمل يورينري ريتنشن. بعد كده اي جلاند، السليفري جلاند راح لها باراسمباثيك وسمباثيك، البارا هو اللي غالب، ادي جانجليونيك بلوكر البارا هيتقفل، يبقى هيظهر عندك تاثير السمباثيك اللي هو زيرو ستوميا، لان احنا عارفين ان البارا السمباثيك بيعمل ايه؟ بيعمل سلايفيشن يعني بيزود الكميه بتاعه الصلايفه، اقفله هتقل الكميه بتاعه الصلايفه ويحصل عندك يبقى عندك دراي ماوس وزيرو ستوميا. سويت جلاند رايح لها سمباثيك بس، فرايح لها سمباثيك هتدي جانجليونيك بلوكر هيقفل السمباثيك هيقفل السمباثيك ومش هيحصل عندك سويتنج، فدي بسميها ان هيدروزيس، ان يعني مفيش هيدروزيس يعني مفيش عرق، تمام، يعني مفيش عرق كده. احنا خلصنا والحمد لله.